بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وفي إطار الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء، نظمت الوزارة احتفالات بحضور أسر الشهداء للشرطة. يأتي ذلك تقديرا لما قدمه أبناؤهم من تضحيات لاستقرار الوطن واستمرارا للدعم والرعاية التي تقدمها الوزارة لهم. إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض. أنعم الله على هذا الوطن بالاستقرار بفضل التضحيات التي قدمها أبناؤه من شهداء ومصابين، حيث تحرص القيادة السياسية على دعم أسر الشهداء والتذكير الدائم بهذه التضحيات في كافة المناسبات. وزارة الداخلية كانت سباقة نحو تقديم المساندة لأسر شهداء الشرطة تقديراً لتضحيات أبنائهم مع الاحتفاء بهم ومعهم بكل المناسبات. الرحلة جميلة والولاد اتبسطوا بيها جداً، وهم مش حاسين إن باباهم متوفى، لأن الضباط في وزارة الداخلية دايماً بيفرحوهم. كانت رحلة حلوة قوي، فكروا فينا دايماً وبيعملوا رحلات حلوة. شكراً يا رئيس إن أنت فاكرنا وبحبك جدا. تحيا مصر. تتسابق قطاعات وزارة الداخلية فيما بينها نحو دعوة أسر الشهداء والاحتفاء بهم، فهنا تم تنظيم زيارة لهم لعدد من الأماكن السياحية والأثرية أدخلت الفرح على نفوسهم، وجاءت تأكيدا على التكريم المتواصل الذي تحظى به هذه الأسر، وهو ما عبروا عنه في كلماتهم. كان يوم جميل، وبشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأسر الشهداء، واحنا اتبسطنا النهارده احنا والاولاد. كل مناسبة وزارة الداخلية بتحتفل معانا وبيعملوا لنا حفلات، ونحب نقول لهم كل سنة وهم طيبين وتحيا مصر وتعيش في امن وامان. على طول بيرن علينا وبيطمنوا علينا، بيودينا حاجات كده جميلة وبيعرفونا على حاجات احنا ما نعرفهاش، وبحسنا ان احنا ان هم بابا موجود اصلا. ثمن أسر الشهداء غاليا اهتمام وزارة الداخلية بهم، وهو ما يتجلى في تلبية متطلباتهم والحرص على حضورهم الدائم في كافة المناسبات الوطنية والتكريم المستمر لأسماء الشهداء في كل مناسبة والتذكير الدائم بتضحياتهم. شكرا ان انتوا عمركم ما نسيتونا، وان احنا في اي لحظه بتشاركوها معانا ودايما مودينا الحتت اللي احنا نفسنا فيها. واحنا بنشكر وزاره الداخليه جدا انها دايما فاكرانا. احب اشكر وزاره الداخليه على ان هم افسحونا الفسحه الجميله دي النهارده، والف شكر ليكم ان انتوا على طول فاكريننا ومش ناسييننا. وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه دايما باسر الشهداء. الحفاوة بهذه الأسر تتواصل من خلال تنظيم احتفالات ترفيهية لهم في أندية الشرطة، حيث التفاعل بينهم وبين الضباط، والتي تؤكد على قيم ومعاني العطاء والوفاء من أجل الوطن الذي يسجل بأحرف من نور في سجله الخالد كل اسم شهيد أو مصاب روت دماؤه أمن الوطن واستقراره. صراحة اتبسطت جدا وبشكر سيادة الرئيس على الحفلة دي، اتبسطت جدا وكان التنظيم هايل وجميل قوي. النهارده اتبسطنا ورسمنا، واليوم النهارده كان حلو قوي، فلعبنا حاجات كتيره. واحنا نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاحتفال اللي هو عاملها لنا للشهداء. على وجه كل أسرة شهيد وفي كلماته تأكيد على العزة والفخر الذي يشعرون به في كل مكان يتوجهون إليه وفي كل مناسبة يدعون لها، فهم من قدم أبناؤهم التضحيات وهم من صبروا وتحملوا، لكن الوطن لم ينسى ولن ينسى من ضحى ليحيا في عزة وكرامة.